ينبغي أن نأخذ قرارات الإدارية التي تأتي من السلطات المحلية ألا نتخذها يعني باستهتار وباستهزاء. يجب اتخاذ القرارات بكامل المسؤولية وجدية. نعم نعم أستاذ نعم. إذا كنشكروك على هذه الكلمات الجميلة وبالعربية الفصحى، كنحييوك على هذه الكلمات ديالك، وكنتمناو من المواطنين بالحسن يجوج أنهم يلتزموا، وايضا حنا كنتمناو السكان ديال مدينه المحمديه كلهم يلتزموا يعني بهذه الاجراءات. نعم نعم. واخيرا نشكر المسؤولين في عماله المحمديه كما قاموا بدورهم كما قامت المدن الاخرى، فهي تسير على منوالهم ايضا. نعم. وهذا ان دل على شيء فالمحمديه تسهر دائما، وهذا لاحظناه نحن، وان لم نكن نحن مساكين نحن من الشغيله التي تشتغل بمدينه المحمديه. نشكرهم جزيل الشكر حيث قمنا بمقارنه مع المدن الاخرى فنجدها في مرتبه يعني تستحق كل الشكر. هذا ما يمكن قوله، ونشكركم ايضا انتم الذين تقومون بدور تحسيسي للمواطنين. شكرا. اذا كان معنا هذا مواطن من مدينه المحمديه. اذا نوضعكم في الصوره كما كتشوفوا بالصوره، عمليه الاغلاق اللي ما غاديش نقولوا بدات، وانما هذه الاستعدادات لعمليه الاغلاق. الان السلطات بعماله المحمديه كيديروا الباريار في الاماكن اللي فيها واحد الرواج او لا هي المداخل ديال الاحياء. اذا كما كتشوفوا بالصوره هذا الحسن يجوج، وغادي تنتقلوا معنا وبقوا معنا في البث المباشر باش نوضعوكم في الصوره. اذا الى هناك الحسن يجوج على مستوى الفضاء الرياضي ديال المصباحيات. اذا انا اللي كنتمنى ما عرفتش واش بالنسبه لهذه العمليه ديال الاغلاق واش هي خاصه غير بالسيارات ولا شنو، لانهم المفروض كيخص الباريير ربما حتى هنايا في هذا المكان هذا. ما عرفتش المهم السلطات عارفه شنو اللي كدير. هذه غير ملاحظه اللي كنلاحظ انا، وكنتمنى من الله انه يفك علينا هذا الوباء هذا. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي غادي نتنقلوا فيه باقي الاحياء ضمن هذا البث المباشر اللي كننقلوا لكم من مدينه المحمديه. اذا هذه الحواجز الثالثه اللي كتشوفوا الان بالصوره. اذا هذه حواجز اخرى بجانب بريد المغرب كما كتشوفوا بالصوره. إذا هذه إذا مشاهدينا لازلنا في الحسن يجوج على مستوى شارع الرياض وأيضا الطريق المؤدية إلى الفضاء ديال المصباحيات. إذا هذه حواجز اللي من المفروض راه غادي يكونوا بطبيعة الحال هنايا أعوان ديال السلطة اللي كيراقبوا الوضع وكيتأكدوا من الورقة شهادة التنقل الاستثنائيه اللي كتخولها لهم السلطات. هذه الورقه هذه بطبيعه الحال كتعطى للناس اللي يستحقوها، الناس اللي غادي خدامين او للناس اللي يعني عندهم الناس المرض غادي للمستشفى او الى غير ذلك. اذا بقاو معنا في البث المباشر ضمن صفحه ام بي لايف. اذا انتم دائما في المشاهده وغادي تنقلوا معنا ان شاء الله ونوضعكم في الصوره.